بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. دع الواقع الحقيقي بدي كانت رؤية السابقة دي كانت رؤية وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ثم بعدما بشر المؤمنين ورأى هذا على الواقع الحقيقي وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما التقى الجمعان المؤمنون رأوا على الحقيقة أن عدد الكفار قليل قلل الله عز وجل عدد الكفار في أعين المؤمنين وفي المقابل قلل عدد المؤمنين في أعين الكفار حتى يندفعوا ويتجرأوا على القتال ثم يفاجأوا. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى أراهم على الحقيقة أن عدد الكفار قليل وليس بكثير حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين 70 أو 100 يعني رأى العدد ده يبقى ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد. أراد الله عز وجل أمرا والله عز وجل غالب على أمره وربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وكذلك في المقابل ويقللكم في أعينهم يبقى الكفار لما رأوا المؤمنين رأوهم قلة قليلة هيبقى في نوع من أنواع الاستهتار عند الكفار عندما يلتقون بالمؤمنين يبقى لن يأخذوا الحذر والحيطة لقتال هؤلاء ولكن يرون أنهم شرذمة قليلون ده عدد قليل جدا ماذا يعمل أو يفعل ذلك العدد مع عدد الكفار مع العدد الكبير الكفار فحيتقابلوا مع المؤمنين بنوع من أنواع الاستهتار بذلك العدد يبقى استهتار من الكفار وجرأة وشجاعة من المؤمنين يبقى هيبقى في قدام من المؤمنين على قتال الكفار وفي استهتار من الكفار في قتالهم للمؤمنين يعني لن يأخذوا الحيطة والحذر الواجب عدد قليل وهم عدد كثير وهؤلاء لم يتجهزوا بالتجهيزات المطلوبة أما هؤلاء فتجهزوا بتجهيزات كثيرة فعند ذلك نوع من أنواع الغرور والعجب يدخل إلى نفوس الكفار فيقابلون المؤمنين بهذه النفسية أنهم يستهترون بهذا العدد ليقضي الله أمرا كان مفعولا حتى يكون الظفر والنصرة للمؤمنين وإلى الله ترجع الأمور. هو سبحانه وتعالى مدبر الأمر هو المتصرف في الأمور كلها سبحانه وتعالى وربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد. يبقى هذه القصة هذه قصة غزوة بدر وكيف تم النصر والتمكين للمؤمنين على الكافرين على الرغم كما ذكرنا أن عدد الكفار أضعاف المؤمنين وأيضا التجهيزات والعدد أكثر بكثير من تجهيزات المؤمنين. النفسية التي خرجوا منها بها من قريش يبقى نفسية المقاتل يبقى غيظ شديد في قلوبهم وأرادوا القضاء على الإسلام والمسلمين فخرجوا بهذه النفسية وخرج في هذه الغزوة صناديد كفار قريش كبراء القوم خرجوا نوع من أنواع البطر نوع من أنواع الزهو نوع من أنواع العجب في نفوسهم نوع من أنواع الاستطالة والكبر وكذلك لما نظروا المؤمنين بهذا العدد القليل استهتروا بذلك العدد ماذا يأخذ ذلك العدد يعني ماذا يفعلون مع ذلك العدد هو عدد قليل يتم القضاء عليه بسرعة يبقى كانت استهتار من الكفار وكانت شجاعة وإقدام من المؤمنين فتغيرت النفسية وكذلك بالإضافة إلى هذه المنح التي منحها ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين بقتال الملائكة إلى جوارهم وكذلك أيضا إنزال المطر ليذهب عنهم رجز الشيطان ويثبت أيضا الأقدام ويربط على القلوب فكان ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور جميع أمور الخلائق مرجعها إلى الله تبارك وتعالى هو المتصرف في الأمور سبحانه وتعالى مقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى مقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى فعال لما يريد فعال لما يريد وقدر الله عز وجل نافذ لا محالة فما شاء الله كان وما لم يشأ
لم يكن. ثم يأتي هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذا النداء المؤمنين، فيه ذكر لعوامل النصر والثبات، عوامل النصر والثبات والتمكين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يبقى عند ملاقات الكفار يبقى على ذلك لا يولوهم الأدبار ولكن الثبات. المؤمن وعد بإحدى الحسنيين، إما الظفر والغنيمة، يبقى إما الانتصار على الأعداء والغنيمة، وإما الشهادة في سبيل الله، إما الشهادة وإما النصر والغنيمة. فوعد المؤمن إحدى الحسنيين، فلما الفرار؟ لما الفرار؟ ويعلم أن قدر الله عز وجل نافذ لا محالة، وأن الله تعالى مؤيد المؤمن على الكفار. فنادى الله عز وجل مبينا مقتضى وموجب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يبقى الثبات، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلوبهم، والثبات ثبات الأقدام والثبات في إقدامهم على قتال الكفار، ولا يولوهم الأدبار، لا يفرون من أرض المعركة. ثم بيّر لنا ربنا سبحانه وتعالى أهم عوامل النصر والثبات والتمكين، ألا هو ذكر الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى ده موطن قتال ولقاء مع الأعداء، لكن خير ما ننتصر به هو لجوء العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى في حاجة شديدة مسة إلى استدامة الذكر لله سبحانه وتعالى، يبقى لأن الموطن ده ممكن ينسى الإنسان. لكن بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهم عوامل النصر والثبات هو الاستدامة والاستمرارية على ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى ده موقف قتال، وكفى ببريق السيف فتنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي قتال وتلاحم. ولكن أفضل ما يستعين به الإنسان في قتاله هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مش هيبقى ذكر قليل على الندرة، يبقى غالب الأوقات كلها مليت بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى اللجوء لله سبحانه وتعالى، استجلاب النصر والتمكين من الله تبارك وتعالى. يعلم المؤمن أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده. يعلم المؤمن أن ربه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ويعلم أنه معه القوة التي لا تغلب، معه القوة التي لا تغلب. فربنا سبحانه وتعالى قدره نافذ لا محالة. واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى سبيل النصر والتمكين بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى من إعداد القوة وغير ذلك. يبقى مش الذكر فقط، لكن ده من أهم عوامل النصر والتمكين، كما نقول إن من أهم العوامل للشفاء أو النصر والتمكين الدعاء. يبقى الدعاء، لكن مش معنى كده التفريط في الأخذ بالأسباب. يبقى ذكر ربنا، ذكر الله عز وجل مع عدم التفريط في الأخذ بالأسباب. لذلك قال: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. يبقى دي كلها عوامل النصر والثبات والتمكين. يبقى الطاعة: وأطيعوا الله ورسوله. يبقى عدم المخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى أو لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنازع، لا نتنازع بعدما أتى الأمر من الله سبحانه وتعالى، وإلا كان الفشل وكان الفرقة والاختلاف. وتذهب ريحكم، يبقى قوة المؤمنين هتضعف عند ذلك، يبقى قوة المؤمنين هتضعف. لذلك في بداية السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يبقى لابد أن احنا نحافظ ونصون هذا الكيان الإسلامي أو هذا الجدار الإسلامي من الانهيار أو من أي عامل من عوامل التصدع. يبقى لابد أن يكون هذا البنيان بنيان متماسك.
المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا. يبقى خلي بالنا من أي سبب من أسباب النزاع والاختلاف حتى لا تكون الفرقة والاختلاف، وعند ذلك تذهب قوة المسلمين. فقوة المسلمين في اجتماعهم وفي التفافهم حول كتاب ربهم سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واصبروا إن الله مع الصابرين. يبقى الصبر عند لقاء العدو. سألوا الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسل الله العافية فإذا لقيتهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يبقى الأصل كده لا تتمنوا لقاء العدو وسل الله العافية فإذا لقيتهم، إذا كان بقى لابد من حرب واللقاء فإذا فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصبر طبيعة المعركة طبيعة شاقة، ولكن نحتاج إلى الصبر، وأن الله سبحانه وتعالى يؤيد ذلك الصابر المحتسب. إن الله مع الصابرين مؤيد للصابرين. لذلك كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الأسباب التي خلاها وقعت الهزيمة المسلمين في غزوة أحد، ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يبقى ده كان السبب، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى لما كان التفاتة قليلة أو يسيرة إلى الدنيا والرغبة في الدنيا الحقت بهم الهزيمة، حقت بهم الهزيمة، لأن السبب أن الرماة خلفوا الأمر لما رأوا أن إخوانهم بدأوا يلتقطون الغنيمة، فعلى ذلك ذهبوا لكي يلتقطوا الغنيمة مع إخوانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من ترك أماكنهم. يبقى حتى لو رأوا أن طارت تخطفهم لا يتركوا هذه الأماكن، ولكن ظنوا أن المعركة يعني انتهت بدليل أن الكفار فروا وأن إخوانهم بدأوا يلتقطون في الغنيمة، فالرغبة في الغنيمة والرغبة في الدنيا يبقى كانت السبب. جاءت الكرة ثم ألحقت بهم الهزيمة. لذلك كما قال سبحانه ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه السبب. يبقى المخالفة، المخالفة هذه شؤم المخالفة وشؤم المعصية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كما ذكرنا في هذه السورة في سورة الأنفال. يبقى هؤلاء الرمام عصيانهم كان بسبب التأويل، تأولوا الأمر لأن المشهد وكأن المعركة قد انتهت، ولكن هناك أمر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوا هذه الأماكن إلا بأمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أكد عليهم ذلك الأمر لا يتركون الأماكن إلا بأمر جديد، حتى لو أن الطريق تتخطفهم لا يتركون الأماكن بأي حال من الأحوال إلا إن صدر الأمر الجديد من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشهد هم رأوا أن المعركة انتهت بدليل أن الكفار فروا وأنهم تركوا هذا المتاع وأن المؤمنين بدأوا يلتقطون هذه الغنيمة، فالظاهر كده أن المعركة انتهت، فتأولوا الأمر ونزلوا من أماكنهم فكانت الكرة للكفار على المؤمنين فألحقت بهم الهزيمة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أدي النصر والغنيمة أمامهم ولكن يعني عصوا ذلك الأمر فألحقت بهم الهزيمة. يبقى احنا ننتبه، يبقى لابد من الألفة والاجتماع، الاجتماع والائتلاف، لا الفرقة ولا الاختلاف، وإلا مع الفرقة والاختلاف بتذهب قوة المؤمنين وتضعف قوة المؤمنين فيتمكن عند ذلك الأعداء من رقابهم. كذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. صناديق كفار قريش لما خرجوا خرجوا بنوع من أنواع الزهو والعجب، دول الكبراء يعني هؤلاء هم الكبراء، خرجوا في ذلك الموكب أو خرجوا مع هذه الطائفة وذلك الجيش، يبقى نوع من أنواع الاستطالة، نوع من أنواع الكبر، الزهو والعجب، فدخلت في قلوب هؤلاء خرجوا استكبارا واستطالة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يبقى حتى تسمع بهم الناس ويصدون عن سبيله، والله بما يعملون
محيط. الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ده بالإضافة أن الشيطان زين لصناديق كفار قريش ذلك الأمر، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. يبقى الشيطان أيضا بيزود كبر هؤلاء، زود كبر هؤلاء، يعني أنتم الجيش الذي لا يهزم، وفي كبراء القوم صناديق كفار قريش خرجوا من أجل هذه المعركة، وبالتالي نوع من أنواع الزهو العجب. يبقى هؤلاء كبراء القوم، يبقى هؤلاء سادات القوم من قريش، يبقى خرجوا في هذه المعركة. ده الإضافة أن الشيطان زين لهم ذلك الأمر، هذا جيش لا يهزم، هذا جيش لا يهزم، وبالتالي يزداد الكبر والزهو العجب. وإني جار لكم، كفار قريش لما خرجوا كان بينهم وبين بني كنانة عداوة، فكانوا يخافون يعني من هؤلاء. فخرج الشيطان في صورة سراقة بن مالك الكناني فقال إني جار لكم، يعني هيحميهم بالأمر ده، وبالتالي على ذلك يطمئنوا في معركتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طلعت الفئتان، لما بدأت المعركة نقص على عقبيه، رجع تاني وقال إني بريء منكم. لما رأى الملائكة بتنزل وتقاتل إلى جوار المؤمنين، فعند ذلك تراجع الشيطان مباشرة وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. يبقى أول حاجة تنصل الشيطان، وده حال الشيطان، يعني ده حال الشيطان، حاله كحال المنافقين. الشيطان هو رأس الكفر والنفاق، الشيطان رأس الكفر والنفاق. أول ما وجد كده أن الملائكة نزلت وتقاتل إلى جوار المؤمنين تراجع وفر هاربا وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، هو بيرى الملائكة، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ليس هو الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي يمنعه من المعصية، ولكن إني أخاف الله، يخاف أن تنزع عليه العقوبة قبل يوم القيامة، لأن الشيطان طلب أن ينظر إلى يوم القيامة، والله عز وجل قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يبقى الشيطان يعيش لغاية يوم القيامة. إني أخاف الله، يخاف أن تنزل العقوبة من الله سبحانه وتعالى عليه قبل يوم القيامة. فده خوفه، مش خوفه هو خوف المؤمن، خوف المؤمن من ربه، الخوف ده دافع محرك المؤمن لفعل الطاعات وترك المخالفات والمعصية. لكن الشيطان إني أخاف الله، يبقى خوف أن تنزع عليه العقوبة قبل يوم القيامة، والله شهيد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يبقى الشيطان زين هذا الأعمال لكفار قريش حتى يدفعهم إلى ذلك اللقاء، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، يعني ما فيش قوة أبدا تقف أمام ذلك الجيش المجهز اللي فيه سادات القوم وكبراء قريش صناديد الكفر أئمة الكفر. فزين لهم الشيطان ذلك العمل حتى يزدادوا استطالة واستكبارا، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، لكن نقص على عقبيه لما تراءت الفئتان وعلم أن الله عز وجل أيد المؤمنين ونزلت الملائكة يقاتلون في صف المؤمنين. الأمر الآخر، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هذا هو المنافق، هذا هو المنافق، وكذلك الذي في قلبه مرض لا يتمنى أن تكون النصرة والتمكين للمؤمنين. أمنيته هو أن تلحق الهزيمة بالمؤمنين، أن تلحق الهزيمة بالمؤمنين، وبالتالي أيضا حربه قد تكون حرب معنوية، يحاول أن يفت في عضد المؤمنين. فعند ذلك قالوا هذه المقولة، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعاف الإيمان غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، فإن الله عزيز حكيم، يعني اغتروا بذلك وظنوا أنهم النصر حليفا لهم، وبالتالي كما قال ربنا سبحانه ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. لكن المنافق لا يعلم هذا الأمر، منافق حاله كحال الشيطان. انظر الشيطان يبقى وعد هؤلاء أنه يعني غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم،
وانه زي اللهو الاعمال، حاله كحال المنافق. الشيطان هو راس الكفر والنفاق. الم تر الذين نفقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا باهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يعلم انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون. ده حال المنافق كده برضك وعده، بس ده وعد الكاذب، يعني وعد الكاذب. لا أفعلن وأفعلن. يبقى لما بنقرأ كده ألم ترى الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. هو كذب في ذلك، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. حالهم كحال الشيطان، فالشيطان هو رأس الكفر والنفاق. المنافقون والذين في قلوبهم مرض من ضعاف الإيمان، يبقى قال غر هؤلاء دينهم، يبقى اغتروا وظنوا أنهم حيكسبوا أو حيصفروا ب الأعداء. ولكن كما قال ربنا سبحانه ونتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، لا يغالب سبحانه وتعالى ولا يمانع، حكيم سبحانه وتعالى فيما قضى وقدر، وأن الله سبحانه وتعالى يؤيد المؤمنين على عدوهم. ولكن هؤلاء يعني حساباتهم حسابات مادية بحتة، حسابات المنافق، حسابات الكافر، حسابات ضعاف الإيمان، حسابات مادية بحتة. أما المؤمن فهو يتوكل على ربه ويستجلب ذلك النصر ربه سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء، وأن يأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يبقى هؤلاء الذين كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى عندما تقوم الملائكة التي وكلها ربنا سبحانه وتعالى بقبض هذه الأرواح فعند ذلك يقومون بضرب وجوههم وأدبارهم وبضرب وجوههم وأدبارهم وذوق عذاب الحريق وبشرناهم بهذه البشرى كما مر علينا في سورة الأنعام. ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي يبسطون أيديهم بالضرب بضرب الكفار حتى تخرج هذه الروح، لأن روح الكافر روح المنافق لما يرى ملك الموت يأتي لنزع الروح عند ذلك تتفرق الروح في بدنه، تتفرق الروح في بدنه متشبثة بالبدن لا تريد أن تخرج لأنها تعلم ما سوف تلقاه. فالملائكة يبشرونه ببشرى السيئة أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله سبحانه وتعالى وغضب، فعند ذلك تتفرق في بدنه تتشبث بالبدن لا تريد أن تخرج، يبقى هتخرج إلى عذاب الأليم. فلذلك ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة وبسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يقومون بقبض أرواح الكفار يضربون وجوههم وأدبارهم، يبقى على كل مكان يضربون وجهه ودبره حتى تخرج هذه الروح التي تفرقت في بدنه وذوقوا عذاب الحريق يبشرونهم بما ينتظرهم من العذاب الأليم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ده بسبب ما ارتكبوه من مخالفات بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى وردهم ذلك الحق الذي جاءت به الرسل وأن الله ليس بظلام للعبيد كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله
بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه السنن وكيف فعل بالأمم السابقة التي أهلك الله عز وجل. إيه سبب هلاك الأمم السابقة؟ بسبب ذلك بالمعاصي، وكانوا يعتدون بذنوبهم. وكذلك أيضا أخذ الله عز وجل هؤلاء بذنوبهم. الله تعالى ليس بظلام للعبيد، الله عز وجل حكم عدل سبحانه وتعالى، والله عز وجل يجازي العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن كان شرا فشر. يا عبادي إنما أعمالكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجه خيرا فليحمد الله، ومن وجه غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. فلذلك قال الله عز وجل ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد، كذاب آل فرعون الذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. يبقى إيه سبب هلك فرعون؟ طب إيه سبب هلك عاد؟ هلك ثمود؟ هلك الأمم السابقة؟ إيه سبب؟ يبقى أخذهم ربنا سبحانه وتعالى بذنبهم، وهم يعترفون فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ربنا سبحانه وتعالى لا يعجز شيء، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد، إن بطش ربك لشديد. فهو فعال سبحانه وتعالى لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربنا سبحانه وتعالى قوي متين قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل يدعون إلى الاعتبار والاتعاظ بما حدث للأمم السابقة. كيف فعل الله عز وجل بهذه الأمم المكذبة لرسل الله سبحانه وتعالى التي كفرت بآيات ربها سبحانه، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.